السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مبروك الشتاء على المغرب كامل، الحمد لله. جيت لكم بواحد الوصفه اللي هي ديال الشعر، وصفه زوينه اللي كتخلي الشعر يكون اشقر بالناس اللي كيعجبهم الشعر الاشقر. كتجي غزاله، كتحمق وطبيعيه. غيدخل فيها غير واحد المكون اللي غيتبت الشعر. كيف قلت لكم، انا كنديرها انا والاخت ديالي، كتجي غزاله وكتبقى لمده عام، يعني سنه كامله بالنسبه للناس اللي كيعجبهم اللون الاشقر. غادي ان شاء الله على بركه الله نبداو في المقادير. هنا عندنا 3 اصفار ديال البيض، عندنا 3 العواشق ديال الخرقوم عواد، اللي هو الخرقوم العرق ولا الكركم، وعندنا هنايا 2 العواشق ديال الكاكاو، كاكاو مر اللي خام، وهنا عندنا 2 عواشق صغار ديال نيسكافي، قهوة سريعة الذوبان، وعندنا 2 عواشق ديال الزيت العود، وعندنا هاد البرودوي اللي كيتباع عند البقال ولا عند، يعني كيتباع في المحلات العاديين، يعني مالي الحوانت راه كيدير شي 5 دراهم. خدوا منه وحدة النمرة تسعود، قول له عطيني الديكاباج النمرة تسعود. وهذه هي البنيه، باش كن ملي كنديروا الشعر كنديروا السلوفان، عاد كديري البنيه طبعا. هنا واحد الجبانيه عندنا فارغه، هاد المقادير اللي عطيت ديال شعر طويل، هاد المقادير اللي عطيت غديرهم الاخت ديالي حيت الشعر ديالها طويل. بالنسبه للناس اللي عندهم مثلا كاريه ولا عندهم بوكلي غير صغير، يعني الشعر ديالهم قصير، راه يستعملوا غير 2 بيضات، ويستعملوا غير 2 عواشق من هنا ديال الخرقوم كركم، ويستعملوا كذلك 10 ونص ديال الكاكاو، وغير 10 وحدة ديال قهوه سريعه الذوبان، ونص ديال هاد القرعه اللي كتباع عند البقال اللي هي تقول له عطيني الديكاباج النمره 9. هنا غادي نبداو على بركه الله، غادي نبداو ب3 اصفار ديال البيض. تبعوا معايا المراحل، 3 اصفار ديال البيض. هاد الوصفه هي وصفه زوينه وكتصدق، يعني كتصبغ لك الشعر ديالك، يعني زوين، يعني اللون الاشقر كيكون عندك اللون اشقر زوين فاتح، كتجي مع كيجي مع جميع زعما الناس البيضين ولا السمرين كيجي معاهم هذاك الاشقر فاتح. هنا غادي ندير 3 العواشق كما قلت لكم كبار ديال الكركم اللي معروف راه كيتطحن، كتشري عواد وكطحنيه، ولا اللي عندهم طحون في الدار. هنا كذلك غادي نزيد هنايا 3 العواشق ديال الكاكاو، كاكاو مر، غادي نخلط كلشي في دقه واحده. وهنا عندنا 2 عواشق ديال قهوه سريعه الذوبان، وغادي نزيد 2 عواشق ديال الزيت، وغادي نبدا نخلط هنا في هذا الخليط ديال هذه الوصفه. انا متاكده البنات الا جربتوها راه فنه، حتى بالنسبه للناس اللي فيهم الشيب، يعني اللي فيهم الشيب وبغاو يديروها، يعني يحيدوا هذاك الزغب الابيض اللي في راسهم، راه زوينه زوينه بزاف، وكتبقى لمده عام، يعني ماشي غادي ديريها وتحيد، كتبقى غير ملي كدهنيها على الشعر ديالك يكون موسخ البنات، يكون شعركم موسخ، يعني تكونوا يلا غادي تمشيو للحمام، ماشي يكون الشعر ديالكم نقي، غتخليه حتى تكوني غادا للحمام، عاد ديري الوصفه غتخليها واحد 4 السوايع تقريبا. هي قد ما خليتيها ما غاديش تضرك، قد ما خليتيها قد ما غينصح اللون، قد ما غيعطيك اللون اللي بغيتي اللي هو اشقر فاتح. انا حيت شعرها طويل استعملت هاد القرعه كامله، كنعاود المقادير بالنسبه للناس اللي شعرهم قصير يديروا غير النص ديال. غادي نخلط هاد الخليط بحال هكذا، يعني ملي يكون شعرك موسخ البنات، كنعاود ناكد ملي يكون الشعر ديالك موسخ غادا للحمام، كتستعمل بالنسبه للشعر الجاف ولا الشعر الدهني، يكون تكوني غادا للحمام ويكون شعرك الموسخ عاد ديريها، ما ديروهاش على الشعر النقي، وكتخرج زوينه غزاله. وغادي نوريكم طبعا ملي غادي نديرها، وغادي نوريكم ملي غتمشي اختي تغسل شعرها وتجي، غادي نوريكم كيفاش طلع اللون. كما شفتوا انا كنخلط مزيان، كتخلطي مزيان هذا الخليط باش تدوب القهوه، كذلك هذاك الكاكاو وهذاك الكركم والبيض ينسجموا مزيان، كديرها على الشعر طبعا، وكتدير له السلوفان، وعاده ديروا البونيه من الفوق باش يسخن،
كي باش يعطي اللون زوين. وراه كيجي اللون غزال، انا نتمنى البنات يجربوها ويردوا عليا. كتبدل اللون، انا كنديرها كتبقى لي عام، لا انا ولا اختي، يعني عام واللون ناصع، كيبقى اللون ناصع ملي كيفوت العام عاد كتبدا كتبرد اللون. وبالنسبه للناس اللي فيهم الشيب وبغا يديروا اللون الموحد اللي هو الاشقر، راه يديروها راه كتجي غزاله. وهذا اللون الاشقر راه الناس كلشي كيحبوه وكيبغيو، الاغلبيه ديال الناس كيبغيو اللون الاشقر حيت كيجي لون يعني كيجي مع الناس كاملين، مع جميع البشر، كاع اللي بالشرطه ديالهم بيضاء ولا سمراء ولا بين وبين كيجي معاهم. نتمنى تجربوها البنات، حتى اللي الانسان اللي باغي يبدل اللي مثلا الشعر ديالو في واحد اللون وبغى يبدل يديرو يدير ما هاد الما يدير هاد الوصفه ويجربها يشوف واش غتجي معاه ولا ما غتجيش معاه. وانا متاكده انها كتجي مع جميع الالوان، لان انا اختي بيضاء وكديرها كتجي زوينه، وكذلك انا ماشي بيضاء، انا بين وبين، ماني بيضاء ماني سمراء، وكديرها وكذلك كتجي معايا زوينه. واللي كيحببني فيها انها ما كتمشيش، يعني عام وهي كتخلي المفعول ديالها يعني عام، والناس ما كيعرفوش شنو كديري ملي كتمشي مثلا تعري شعرك واش يشوفوك شحال يقول لك شنو درتي، كيصحابوك واش دايره لي ميش عند الكوافوره، وانت راه مستعمله غير هذه الوصفه، وانا عطيتها بزاف الناس وداروها. وهنايا البنات ها نتوما كتشوفوا الشعر، علاش قلت لها تكون دوك المقادير، لان الشعر طويل ها نتوما تبارك الله، يعني شعرها طويل هذا الشكل، علاش عطيتكم المقادير كثار، يعني اللي عنده شعره قصير كاريه بحال هكا وراه يستعمل غير نصف ديال المقادير. ها نتوما انا راه شعر طويل، مازال نعطيكم واحد الوصفه ديال تقويه الشعر كتجي غزاله من بعد ان شاء الله نعطيها لكم. ها نتوما دابا البنات انا غادي نبدا ان شاء الله ندير لها هاد الوصفه، غادي نبدا نديرها فوق الشعر ولا هاد الخليط. البنات اللي انا ما لقيتش لقيتها لقيت الفارماسيه نساد، دابا تقريبا شي وحده وشي حاجه لقيت الفارماسيه نساد، فدرت غير بلاستيكه ديال اليدين، يعني نمشيو على داكشي اللي كاين، نستعملو بلاستيكه في واحد الايد اللي غادي نخدمو بها. وغادي نبدا ان شاء الله معاكم ها نتوما الخليط كيفاش جا، وغادي نبدا غنبدا نفرق الراس بحال هكذا، هي الشعر ديالها راه رطب يعني ومفكوك، فكوا شعركم عاد بداو تديرو الوصفة، كنأكد البنات فكوا الشعر عاد بداو ديرو الوصفة. سمحوا ليا كتزعزع لي التليفون، وكنبدا بحال هكذا، يعني بحال الشكل إلا بغيتي ديري الحنة بحال هكذا، هو اللون ديالها أصلا راه رجع بحال لون الحنة، راه لي كيما شفتو معايا اللون راه كيبان بحال لي كندير الحنة، ولكن أنا كندير هاد الوصفة. كتبداي من القدام طبعا، أنا مبغيتش نوريكم وجهها هانتوما كما شفتو هكذا، هانتوما أنا بدي نوريكم من هنا، يعني كتبداي من القدام بحال هكا وكتجري بحال هكذا، باش ما تجيش بلاصة ما فيهاش اللون، يعني يجي كل لون واحد. هانتوما كما بان لكم هنايا، انت قاعدي راسك ماشي صبري شويه، ها انت يعني بديت من هنايا من هذوك هذوك هذاك الشعر تيكون ديال الخلفه، يعني يكون لون واحد حتى لهنا، عاد غنبدا نرجع باللور القدام اللي كنعمرو انا، القدام هو اللي كيبان الناس، ما يبانش فيه شي عيب، خاص ضروري تكون يكون مطوي الشعر كامل. وهاد الوصفه راه كتجي كثيره، يعني ديروها وردوا عليا بالنسبه للناس اللي فيهم الشيب، ولا مثلا اللي تيخرج ليهم داك الزب الابيض، حنا كلنا راه مره مره كيكون فينا هذاك الزغب مع الكبار ومع السن، طبعا كل السن والوقت ديالو. ديروا هذه الوصفه وردوا عليا، واللي كيحبوا كذلك اللون الاشقر حيت كاينين الناس من محبين اللون الاشقر. طبعا ملي تغسلي وتجي من الحمام ديري لي الوصفه ديال الزيت الكوكو، واحد الحكر كيتباع ديال 50 درهم راه معروف عند البنات، كتشري من عند مول الماكياج، شري فلوميان ديالو وكتبقاي دهني من الشعر ديالك مش هنايا البنات. طبعا من بعد ما درت ليها هذيك الوصفه كلها طليتها لها على راسها، جيت باش ندير لها ان شاء الله السلوفان، هذه ضروري ديروها البنات، اللي ما كاينش السلوفان دير بلاستيكه، لا
بلاستيك داك ديال اللي كنديروا فيه اللحم في الثلاجه في الفريغو ديروا، حيت واحد الخطره الانسان تتكون عنده الحاجه، واحد الخطره الانسان تكون كملات ليه فايدي باني، نديروا بلاستيكه بحال هكا. وانا البنات من بعد كما قلت لكم زيرت لها دابا هذا الشيء، غادي ندير لها البنيه كما شفتوا، حتى هي كتزيد تزير النفس باش يعطيك اللون. هذه ضروري ديروا السلوفان ولا بلاستيكه، ومن بعد ديروا لي بنيه ولا الزيت بحال هكذا غير باش يتزبط، خاصو يسخن، ملي كيسخن كيعطي لون كما بغيتو يعني اشقر فاتح. ودابا يا البنات غادي تقعد واحد 4 د السوايع ولا 5 د السوايع ماشي مشكل، ومن بعد عاد غتغسلو، وملي غتغسلو غادي نوريكم ان شاء الله كيفاش جا اللون، وكونوا متاكدين ان اللون غادي يعجبكم وغادي يعجب بزاف البنات.